اعتبر وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر الماضي بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أنها قوضت الاستقرار الإقليمي وتعتبر باطلة وملغاة. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في ختام الاجتماع الوزاري التنسيقي اليوم بالقاهرة، حيث أكد الوزراء على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها بالبحر المتوسط. وفي هذا السياق أدان الوزراء الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، ودعا تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية. يقوم وزير خارجية سامح شكري اليوم بزيارة إلى العاصمة الجزائرية، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري، كما أنه سيجتمع بنظيره الجزائري صبري بوكادوم لبحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة، فضلا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتصارعة هناك. أكد نيافة الحبر الجليلة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بكل ما نطق به لمصلحة مصر والمصريين. وأضاف نيافته خلال مشاركته في احتفالية نظمها قصر ثقافة المنيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب مثالا يحتذى به أمام العالم في نشر أواصر المحبة والسلام عندما شهد العام الماضي افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قداسة البابا تودروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ليترسخ لدى المصريين جميعا أنهم نسيج واحد لا يتجزأ. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأشارت السعيد في بيان لها إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، موضحة أن التعديلات شملت إلزام الوزارات والجهات والهيئات بموافاة الوزارة بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء في تنفيذها، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وكذلك تقييم نتائجها وأيضا مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط. أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن أن المهندس هاني عازر سفيرا للمعرض لمبادرة سفراء المعرض التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب لأول مرة في تاريخ المعرض، ويأتي ذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورة 51 التي ستنطلق في 22 من يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل. والجدير بالذكر أن المبادرة تعتمد على اختيار عدد من الشخصيات المصرية العالمية ليمثلوا المعرض في المحافل الدولية والعالمية للترويج للوجه الثقافي المصري وزيادة وعي الشباب بالقراءة. استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا، ويرتفع مؤشر البورصة الرئيسية بنسبة 0.57%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وشملت الارتفاعات أيضا المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%. أعلن رئيس منظمة الطيران المدنية الإيرانية إصدار التقرير الأولي لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران، مشيرا إلى أنه لم يتم تسلم أي رسالة رادار من الطيار حول وجود ظروف غير طبيعية. هذا وأشار المسؤول الإيراني إلى العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة وأنه تم تسليمهما إلى فريق التحقيق في الحادث، موضحا أن فريقا من أوكرانيا يشارك في دراسة أسباب الحادث باعتبار أن أوكرانيا الدولة المسجلة فيها الطائرة والمستخدمة لها. والجدير بالذكر أن الحادث أدى إلى مصرع جميع ركاب الطائرة البلغ عددهم 167 بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد.
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت اليوم على مشروع قرار بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس ترامب بخصوص إيران. هذا وأشرت بيلوسي أن المخاوف لم تتبدد على الرغم من المعلومات السرية التي اطلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة لتوضيح الظروف التي أملت على الرئيس إصدار الأمر بقتل قائد فيلق القدس سليماني. كما جددت بيلوسي انتقادها قائلة أن الغارة كانت ضربة عسكرية غير متكافئة واستفزازية وتكررت دون استشارة الكونغرس. أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإجراء مناورات عسكرية في المدن الرئيسية في البلاد خلال فبراير المقبل، أي بعد أقل من 5 أشهر من مناورات مماثلة أجراها الجيش على الحدود مع كولومبيا. ونقلت وسائل إعلام فرنسية مادورو قوله بأن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها للدفاع عن المدن، داعيا قواته لأن تكون مستعدة لتحطيم الإمبريالية إذا ما تعرضت بلاده لعدوان خارجي، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سابقا أن مادورو فاقد للشرعية بعد انتخابات شابتها انتقادات كثيرة، معترفا برئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد. أظهرت النتائج المختبرية الأولية حول مسببات الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي انتشر مؤخرا في مدينة ووهان وسط الصين أن نوعا جديدا من فيروس كورونا يقف وراء هذا الالتهاب. وصرح عضو الأكاديمية الصينية للهندسة رئيس فريق تقييم نتائج اختبار مسببات المرض أن فيروس كورونا المكتشف حديثا يختلف عن الأنواع المعروفة لفيروس كورونا البشري، بما في ذلك الفيروسات التي تسببت في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. هذا وكانت الصين قد أبلغت هذا الأسبوع عن 59 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي. ورياضيا، تعادل فريق الاتحاد السكندري سلبيا أمام فريق أنبي، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 12 للدوري الممتاز. وبهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 21 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد فريق أنبي للنقطة 16 في المركز 9. يلتقي اليوم فريق برشلونة مع أتلتيكو مدريد في 9 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسبانية التي تستضيفها الأراضي السعودية. ويسعى برشلونة إلى مواصلة تفوقه على أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية، حيث تقابل الفريقان 5 مرات سابقة على مدار 35 نسخة من البطولة، حقق خلالها برشلونة الفوز في 4 مرات مقابل مرة واحدة لأتلتيكو مدريد، وذلك عندما توج باللقب عام 1985.